الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري. زي ما متعودين مع حضراتكم دايما كل يوم جمعة بنغوص في ملفات الكرة المصرية، سواء على مستوى الأندية أو على سواء المنتخبات، سواء منتخب أول، منتخب ناشئين، منتخب شباب أو منتخب أولمبي. الحقيقة النهاردة معنا ملفات كثيرة جدا جدا، وأكيد هنتكلم عن نادينا العظيم النادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي اللي يعني بيواصل رحلته بكل قوة لحصد وحسم الدوري المصري. انتصار مهم جدا على فريق كبير، فريق نادي الإسماعيلي، كان فوز صعب الحقيقة، وكانت مباراة تليق باسم الكبيرين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، وقدر النادي الأهلي يفوز فيها 1-0. الحقيقة الضغوط كثيرة جدا جدا، يعني كلنا بنتكلم على ضغوط المباريات كل 3 أيام بل كل 48 ساعة. يعني النادي الأهلي لعب يوم الأربعاء اللي فات مع الإسماعيلي، إن شاء الله في مباراة كمان في الدوري المصري بكرة مع نادي الاتحاد السكندري. يعني تقريبا يعني خدنا أو الفرقة خدت خميس وجمعة وحمدها مباراة مهمة جدا إن شاء الله بكرة. هذه الضغوط يمكن كولر الحقيقة بيتعامل معها بشكل أكتر من رائع. قبل ما هقول لحضراتكم بيتعامل معها إزاي، لكن كمان خلينا نتكلم بكل أمانة، الضغوط اللي كمان على اللعيبة وعلى الإدارة وعلى الجهاز الفني لما بيكون عندنا عدد كبير من المباريات متأجل. الحقيقة العدد الكبير من المباريات المتأجل ده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، دي تدريبات طبعا استعدادا لمباراة النادي الاتحاد. وزي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي إن شاء الله يعني يكفي 5 نقاط من مجموع المباريات المتبقية في الدوري العام ل يعني حصد بطولة الدوري رسميا. طبعا التدريبات جدية جدا، كل مباراة بناخدها بجدية زي ما بنتكلم ودايما بنقول. ملف نادي الإسماعيلي أو مباراة نادي الإسماعيلي اتقفل، كان فوز مهم جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم على فريق كبير، فريق نادي الإسماعيلي اللي يمكن كان بيعاني أو ما زال يعاني في جدول الترتيب في الدوري المصري. ولكن زي ما بقول لحضراتكم كل الاستعدادات، كل التركيز، كل الإصرار إن شاء الله على حصد 3 نقاط أمام فريق قوي أيضا، فريق النادي الاتحاد السكندري. الحقيقة عامل موسم رائع السنة دي، في بعض يمكن الفترات اللي فاتت في إخفاقات شوية، ولكن يبقى فريق النادي الاتحاد السكندري من المباريات القوية جدا اللي بياخدها النادي الأهلي. فعايز أقول لحضراتكم يعني الضغوط اللي زي ما بتكلم عليها، لما انت مشجع النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، لما بتلاقي النادي الاهلي عنده مؤجلات 7 مباريات مثلا او 6 مباريات، انت على طول اوتوماتيك بتفكر ان ال6 مباريات او ال7 مباريات دول خلاص دول ب21 نقطة. يعني بغض النظر هيقابل مين او هيلاعب مين او متغيرات اللي بتحصل في كرة القدم، الحقيقة واحنا بنقرا او بنشوف عدد ماتشات النادي الاهلي المؤجلة على طول احنا بنضرب المباراة في 3 بعدد النقاط، وبيبقى خلاص كلنا نفسيا متأهلين ان النادي الاهلي 6 الماتشات اللي جايين هياخد 18 نقطة. الحقيقة دي ضغوط غير مباشرة، يعني طبيعي اللي بتكلم عليها. انا من نفسي كنت بقرا مثلا النادي الاهلي ناقص له 6 ماتشات، اوتوماتيك بيجي في دماغي انه ال6 ماتشات دول ب18 نقطة. انت كمحب للنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي انا يصل مثلا 4-5 ماتشات، ال4-5 ماتشات دول يا جماعه ب15 نقطه، بغض النظر ان احنا بنبص مين المنافس عامل ازاي، لان كمان في منافسين بيصارعوا على الهبوط من المراكز المتاخره في الدوري، او بعض الفرق اللي بتنافس لسه على الجزء المنطقه الدافيه او الجزء المربع الذهبي. فعايز اقول لحضراتكم يعني الامور ما بتبقاش بالسهوله ديت. عندنا مباريات، الحقيقه مباريات صعبه مش سهله. عندنا مدير فني ماشي بشكل اكتر من رائع على الروتيشن اللي بيعمله، الحقيقه بيعمل روتيشن اكتر من رائع على مختلف المراكز. يعني هتلاقي مباراه بيلعب فيها كهربا في الحاله الهجوميه كراس حربه، وبعديها هتلاقي محمد شريف، مره تلاقي حسين الشحات ناحيه الشمال، مره تلاقي احمد عبد القادر، مره هتلاقي بنشوف تبادل ما بين كندوسي مثلا واحمد مجدي قفشه، شفنا دخول مثلا محمد فخري في وسط الملعب في فترات كثيره، بنشوف محمد هاني وبعدين نرجع نشوف خالد عبد الفتاح. الحقيقه يعني بيعمل الروتيشن اكتر من رائع حتى على مستوى السردباكين، بنشوف رامي ربيعه مكان مثلا ياسر ابراهيم، غياب ممكن يكون عبد المنعم وبيلعب ياسر ابراهيم وبيلعب جنبه رامي ربيعه، وبالتالي
الروتيشن وتغيير المراكز او تغيير اللاعبين ده الحقيقه كولر بيقوم بيه بشكل اكتر من رائع، نتيجه طبعا ضغط المباريات. وكان الماتش اللي فات امام نادي الاسماعيلي 5 لعيبه اتغيروا عن المباراه اللي قبليها مباراه فيوتشر، بكره ان شاء الله هتلاقي كمان مجموعه من اللاعبين اللي ما بداوش المباراه اللي فاتت، وهو ده الروتيشن اللي بنتكلم عليه، روتيشن محسوب بشكل جيد جدا. وقطره موجود، النجاحات موجوده، تاتش وود مفيش اصابات كثيره الحمد لله لغايه دلوقتي، وبالتالي الامور ماشيه بشكل اكتر من رائع الحقيقه.